ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده رجعنا بتريلر رياكشن جديد من واحد من الافلام المنتظره السنه دي في 2021، وهو فيلم فينوم الجزء الثاني Let There Be Carnage. وانا اكون صريح معاكم، هو واحد من الافلام اللي انا مش متحمس لها، هو يعتبر الجزء الثاني بتاع فيلم فينوم، لان انا فينوم الاولاني اللي كان نزل من كام سنه انا بصراحه يعني انا ما عجبنيش. اختيار توم هاردي انا من وجهه نظري هو الحسنه الوحيده اللي كانت في الفيلم، بس انا كفيلم بصراحه ما عجبنيش خالص. ممكن يكون من الافلام اللي الواحد ممكن يخش يتفرج عليها جاست تو هاف فن، بس فكره ان هو فينوم تحس ان هو تو تشايلدش على ان هو يقول فينوم، يعني ان هو يبقى فينوم. انا شايف كده من وجهة نظري، حتى في الفيلم ذات نفسه ما كنتش متحمس خالص ان انا اتفرج على التريلر بصراحة، بس قلت let's give it a chance ونتفرج على التريلر، لان انا بصراحة بعد ما دخلت الجزء الاولاني كنت ساعتها لسه ما كنتش بعمل ريفيو على الشانل. بس انا اكون صريح معاكم، انا لو كنت بعمل ريفيوز على الشانل على الفيلم الاولاني كان هيكون التقييم بتاعه وحش قوي 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 يعني، وكان ممكن يزعل مني ناس كتير. بس انا بصراحة ما عجبنيش زي ما ناس كتير عجبها فيلم فينوم. الكاست ليست تقريبا على ما اعتقد هو من ناحية الكتابة لكالي مارسيل، تقريبا كالي مارسيل دي اللي كانت عملت 50 شيد، صح؟ كالي مارسيل هي السكرين رايتر او السكريب رايتر بتاعت فيلم 50 شيدز اوف جراي. فدي اول حاجة يعني صباح الفل، يعني دي اول حاجة انا مش متفائل بيها خالص، وهي اللي كتبت برضو فينوم الجزء الاولاني، وهو المرة دي من اخراج اندي سيركس. هو اللي كان عامل يا جماعة جولوم في لورد اوف درينجز، واللي كان عامل صوت سيزر، او هو كان سيزر في بلانت اوف دي ايبس. الكاست ليست هو برضو توم هاردي، ميشيل ويليامز، طبعا اسمه ايه ده، رز احمد اللي كان في الجزء الاولاني مش موجود، هيكمل معانا وودي هارلسون. هنا وودي هارلسون هو هيبقى كارنيج، وفي نايومي هاريس، والباقي انا صراحه ما اعرفهمش. دول تقريبا نفس الكاست ليست اللي كانوا موجودين في الجزء الاول. طبعا كالعاده انا ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي الاول مره في فينوم الجزء الثاني. يلا بينا. Excuse me. Yummy. Good evening, Venom. Bunsen Hall, Mrs. Chen. He says hi. One is the loneliest. Every decision we ever make. Who do we leave behind? Miss you so much. Mrs. Chen. No, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing. يا جماعة الفيلم هيبقى متاح في السينمات فقط، هما كاتبين only in movie theaters coming soon. هينزل في نسخته الـ 3D والـ IMAX. معنى كده ان هو مش هينزل على اي منصة من المنصات على النت، وبالفعل هينزل في السينما فقط لا غير. معاد طرحه هو مفروض هينزل 24 سبتمبر 2021، معرفش اذا كان ممكن هيتأجل بقى كمان تاني ولا لا ولا ايه نظامه. بس انا شايف ان التريلر الى حد ما حلو برضو، مش وحش. اتمنى بصراحة ان الفيلم يكون ريتد ار، ما يكونش PG-13، لان انا بصراحة يعني برضو سبب من الاسباب ان انا معجبنيش الجزء الاول على فكرة، ان هو كان PG-13 وهو كان مفروض يبقى ار. ريتد ار ده اللي هو مفروض يبقى فيه دم، ويبقى فيه مثلا في فايلنس، في جور، في مثلا سترونج لانجويج اللي هو مثلا الانسلتس والكلام ده كله. من الاخر يعني مفروض فينوم يبقى ريتد ار، يعني انا شايف كده من وجهة نظري، انما PG-13 ده
انا شايف ان هم حطوا الريتنج بتاع بي جي 13 بتاع الفيلم بتاع 2018 مجرد عشان يلم اكبر كم من الناس عشان يخش في السينما. وبالفعل هو الفيلم تقريبا كان اتصرف عليه 100 مليون وفي الاخر جاب تقريبا بتاع 860 مليون حاجه شبه كده يعني. فالفيلم جاب فلوس يعني. فهو هنا دخل على سكه ان هو اللي عايز ان هو يكفر اب البادجت او ايه، عايز الفيلم من الاخر ان هو يكسب يعني، مش همه ان هو هيروح عند ريتد ار ولا هيروح عند بي جي 30. هو همه بس ان الناس اكبر كم يخشوا الفيلم وخلاص على كده. الجزء الاولاني على فكره كان من اخراج روبن فريتشر، عشان كده الجزء الثاني حسه ممكن يبقى احسن الى حد ما من الجزء الاولاني من اخراج اندي سيركس. عشان اكون صريح معاكم برضو مش متحمس له قوي، بس انا شايف ان التريلر الى حد ما كويس احسن من الجزء الاولاني. انا شايف من وجهة نظري الشخصية، انا حاسس ان اللي هيشيل الفيلم هو وودي هارلسون في الكاركتر اللي هيلعبه بتاع كارنيج، واكيد وش هيبقى فيه افهات بالتلازينة من وودي هارلسون كالعادة يعني. انا شايف برضو من ناحية السي جي اي الى حد ما برضو يعني السي جي اي اللي معمول او الفي اف اكس اللي معمول بتاع فينوم الى حد ما شكله اتظبط احسن يعني من الجزء الاول، لان كان شكله في الجزء الاول كان شكله بصراحه عبيط قوي، تحس ان هو كان مرسوم يعني. حتى لما تيجي تتفرج على التريلر بتاع الجزء الاولاني هتحس كان في مشهد كده توم هاردي لما كان بيضرب الناس اللي دخلوا عليه عشان يقتلوه، لما عمل كده بدراعه فمفروض طلع دراع فينوم، باين قوي ان هو معمول وحش يعني. فالى حد ما كان تحس ان في التريلر ده شكله هيبقى حلو يعني، معمول حلو، بس برضو صراحة مش متحمس له قوي، لان انا في الجزء الاولاني انا بحب عن نفسي الشخصية بتاعت فينوم يعني. انا بحب فينوم اصلا من ايام الكرتون بتاع سبايدر مان بتاع زمان يعني. انا مش قري كوميك بوكس قوي، بس انا عارف الشخصية بتاعت فينوم. الجزء الاولاني انا كنت متوقع ان هو هيبقى كويس والكلام ده كله، بس انا مع الاسف ما عجبنيش الجزء الاولاني. الجزء ده انا نسبة ترقبي لي 6/10 مش اكتر من كده، واتمنى يكون الى حد ما احسن من الجزء الاولاني. بس دي كانت حلقتنا النهاردة في هوم سينما ستيفلر رياكشن لفيلم فينوم لت ذير بي كارنيج. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم الفيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكريبشن. وكل سنة وانتم طيبين، وباي باي.